بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل، قدر الله ما وما شاء فعل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. رب يجعله شفيعا وذخرا لكم يوم القيامة، ويجعلها عبرة لنا علنا نتعظ. هذه الصور التي تشاهدون أمامكم من ليبيا، حادث بشع في ليبيا. يقول الخبر انتقل إلى رحمة الله تعالى الطفل سالم منذر أصعيطي نتيجة تعرضه للافتراس من نمر كان يربيه صاحب والده في مزرعته بمدينة أجدابية بليبيا. والده ولا صاحب والده ما أعرف، متناقل الأخبار أو متفوتة. وضع الوالد منذر ابنه جانب النمر وابتعد ليأخذ صورة لابنه جانب النمر، يعني فشاف في نمر وحب يصور ابنه جنبه، فانقض الأسد أو النمر على الابن ليفترسه. استدار الأب ليجد النمر يأكل ابنه صاحب الأربع سنوات، فأطلق الرصاص على النمر حتى قتله، ولكن بعد فوات الأوان. لله عز وجل، يسأل الله يرحمنا حالنا وحاله، ويسكن فسيح جناته، وأن يلهم أهله ذوي الصبر والسلوان.